الأخت الكريمة أم الأسود وفي محاضرتها الثالثة. حياكم الله أختنا، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله حاج وعد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم سنية وعرفتم الحق وانتقلتم من السنة إلى الشيعة، واحدة من الأمور اللي أثرت وتؤثر في الإنسان أنه هذه مسألة السحر والسحر والشعوذة، مسألة النفس تنفر منها. يعني لما تقول هذا ذهب إلى ساحر، هذا عاملي له سحر، إحنا عندنا بالعراق ننفر من هذه المسألة. فواحدة من الأمور التي نفرتكم وجعلتكم تتركون ما أنتم عليه من المدرسة من سنة الجماعة هي سحر النبي صلى الله عليه وآله. إيش إشكالاتكم ويا سحر النبي؟ نبي نعم. إيش إشكالاتكم؟ تفضلوا. هي ليس إشكالات، بل نعبر عنها بمعنى أصح وأصوب طامات كبرى تجعل الإنسان يشك في نبوة هذا النبي، وحاش سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون بما وصفوه. بما أننا بدأنا حلقاتنا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اليوم سنتحدث عن سحر النبي في كتب أهل السنة. الجميع يعلم مكانة الأنبياء عند الله، وأنه جل وعلا قد اختارهم من بين سائر عباده وفضلهم عليهم وأرسلهم بالحق لهدايتنا ونصرتنا على عدونا الأساسي والأول إبليس أو الشيطان كما نصفه. ونحن أمة الإسلام أرسل لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما للنبيين والمرسلين وسيد الخلق، وقد نبهنا الله تعالى في كتابه الكريم من وساوس الشياطين، وأخبرنا بأنه لآدم وبنيه عدو مبين بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكما نص القرآن الكريم: إن الشياطين ليس لهم سلطان ولا قدرة على عباد الله المخلصين بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أي أن الشيطان ليس له القدرة على إغواء عباد الله المخلصين، والأنبياء أخلصوا عباد الله تعالى. وهنا القرآن الكريم يبين أن ليس للشياطين سلطة عليه، وأوضح ذلك أيضا في آيات عديدة أخرى من القرآن الكريم بقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الأنبياء هنا أخلصوا لله سبحانه وتعالى. وحسب قول إخواننا السنة في كتبهم أن الشيطان قد أغوى الأنبياء وأزلهم عن صراط الله المستقيم، وأيضا اتبعوا هذا الشيطان في ما أغواهم. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبع أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. صدق الله مولانا العظيم. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هنا في هذه الآيات الكريمة أن الأنبياء لا يستطيع الشياطين أن يؤثروا فيهم أو أن يغوهم أو أن يغروهم. وهذا ما يستفاد به أو يستفاد من القرآن الكريم وكلام رب العالمين. نأتي الآن إلى كتب إخواننا أهل السنة. كتب الأحاديث عند أهل السنة قالت بأن الأنبياء قد أخطأوا، قد أغواهم الشيطان وأزلهم. نبدأ بالحديث الأول، الحديث الأول في صحيح البخاري تحت باب صفة إبليس وجنوده، الحديث رقم 3268،
يقول عن عائشة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وما فعله عفوا، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطط وجف طلعتي ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئري ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها. أولا خلينا نبدأ بالباب، الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث، باب صفة إبليس وجنوده، وهذا باب خاص بإبليس وجنوده يصف أفعاله وإنجازاته. والطامة الكبرى أن هذا الباب ذكرت فيه الروايات التي تغلب فيها الشيطان على الأنبياء، أنبياء الله تعالى، وإغوائه لهم وزيغ قلوبهم وميلانهم عن طاعة الله وأمره، واتباعهم لوسوسة الشياطين وزلات الأنبياء بفعل الشيطان. وهذه مسألة خطيرة جدا، لأن هذه الأحاديث تعارض قول الله تعالى. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثانيا رواة هذا الحديث ونقلته افتروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا أنه سحر، وأكدوا أنه أثر على عقله بقولهم إنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. لم يحدد الحديث الذي ذكرناه المدة التي بقي عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسحور، ولكن ورد تحديدها عن طرق أخرى، فقد روى أحمد في مسنده عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله قالت: لبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، وبقي على هذا الحال 6 أشهر كاملة. خلال هذه 6 أشهر كان ينزل عليه الوحي، وبما أنه يخيل له أنه يفعل الشيء ولا يفعله، هذا يجعل الناس تشك لعل هذا النبي كان ينزل عليه الوحي ويخيل إليه أنه بلغ، ولكنه في الحقيقة لم يبلغ كما خيل له أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وهذا يثير الشك في نبوة سيدي ومولاي رسول الله، وحاشا سيدي ومولاي أن يكون بهذا، وحسبنا الله على من افترى عليه بهذه الأكاذيب. هناك الكثير من الأسئلة تطرح في شأن هذه الروايات التي افتروا بها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولها: كيف أثر الشيطان في النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع حفظ الله له؟ كيف؟ السؤال الثاني: كيف يمكن أن نثق في الوحي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الفترة التي دامت 6 أشهر؟ أيضاً كيف نؤمن بنبي يؤثر على عقله السحر؟ كيف تقنع أستاذي الكريم أنت المشاهد
أو المشايخ التي تجلس على المنابر، كيف يقنعون المسيحيين بأن نبي الإسلام هو خاتم النبيين والمرسلين، وأنه مكرم عند الله، وأنه عند الله، وأنه مبلغ لرسالة من عند الله، والشياطين تسيطر عليه وتغويه وتنسيه وتذهب عقله، مع العلم أن المسيحيين في كتبهم في الكتاب المقدس عندهم أن النبي عيسى سلام الله عليه تخاف منه الشياطين أو تطرد به الشياطين بأمره. ففي الإنجيل ورد أن عيسى سلام الله عليه تفر أو عفوا تطرد بأمره الشياطين. هنا سأقرأ بعض ما ورد في الكتاب المقدس حتى يفهم الناس ما أعنيه. نبدأ بهذا: انتهر الروح النجس قائلا اخرس واخرج منه. وأيضا هنالك أمر ثاني: أمر الروح النجس أن يخرج من الإنسان. هذا عيسى سلام الله عليه يأمر الروح النجس أي إبليس أن يخرج من الإنسان. وفي إخراج الروح الأخرس انتهره قائلا: أيها الروح الأخرس الأصم، أنا آمرك أخرج منه ولا تدخل. أيضا في حال الصبي الذي كان يمزقه الشيطان ويصرعه، انتهر الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. هذا عيسى عليه السلام تخافه الشياطين، تهابه الشياطين وتطرد بأمر منه. وفي كل تلك الحالات كانت الأرواح النجسة أي الشياطين تطيع أمره وتخرج في الحال. وليس هذا فقط، بل تخرج بذكر اسمه أو بذكره. فمثلا قال له الرسول: يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. ذلك أنه كان قد أعطاهم سلطانا على قوة العدو. وهذا هو الفرق. يعني هنا الأمر العجيب والغريب أن عيسى سلام الله عليه تطرد بأمره الشياطين، وبذكر اسمه أيضا تطرد الشياطين. هذا أمر عجيب. ونبينا نحن نبي الإسلام تعتريه الشياطين، تغويه الشياطين، تؤثر على عقله الشياطين، وتزيغ تزيغ قلبه، ويشككون أيضا في إيمان النبي. ليس فقط الأنبياء من تخافهم الشياطين ولا تخاف النبي، أو تطرد باسمهم الشياطين ولا تطرد باسم النبي، أو تعتري النبي تلك الشياطين. هناك أيضا الصحابي الذي صرعوا رؤوسنا دائما بذكره، ودائما يقزمون النبي ويقللون من قيمته ومن شأنه من أجل إعلائه، ألا وهو عمر. وقد ورد في كتب أهل السنة أن الشياطين تفر منه. وفي رواية عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عذرا أخطأت في الحديث. هذا حديث أن عمر بن الخطاب عندما جاء ابتدرنا الحجاب. لا، هو نفس الحديث. نعم. وبعد ذلك قالت النسوة لعمر بن الخطاب، عندما قال عمر بن الخطاب: إي عدوات الله أتهبنني ولا تهبن رسول الله، قال: إن الشيطان لا يفر منك يا عمر. أنا أحفظه الحديث. نعم. نعم. الشيطان يهرب من عمر بن الخطاب، والشيطان يلبس النبي صلى الله عليه وآله السحر، والعياذ بالله، والعياذ بالله. نعم. يقول هنا: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي
فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا. ثم قال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غيره. هنا يثبت لنا هذا الحديث أن الشيطان يسلك فجا آخر إذا رأى عمر سالكا ذلك الفج، أي أن مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صغيرة جدا في هذه العقيدة المتطرفة أسميها، إلى أو المنحازة إلى الصحابة دون النبي، هذه طامة كبرى. فهنالك العديد من الإشكاليات التي تطرح، لماذا دائما يحاولون التقليل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولماذا دائما يستنقصون منه؟ وبالرغم من ذلك، من استنقاصهم للنبي، إلا أنهم يعلون في درجات الصحابة. أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحق بهذه الدرجة منهم؟ غريب وعجيب، هذا الأمر عجيب وغريب جدا. نحن الآن أمام كتابين، هذا الكتاب ألا وهو الإنجيل، وهذا الكتاب كتاب البخاري. هذا الكتاب يعلي من شأن نبي المسيح، وهذا الكتاب يحط من شأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذ كان هنالك شخص ملحد، فلنفترض أن هنالك شخص ملحد يأتي ليبحث عن الأديان أو في الأديان، وأراد أن يتبع إلها. أي إله يتبع؟ يتبع إله هذا النبي الذي عصم نبيه وجعل منه، خلينا نقول، تهابه الشياطين ولا تستولي على عقله. وهذا الكتاب ألا وهو البخاري الذي أخذ منه دين وعقيدة أهل السنة، يحط من شأن النبي ويستنقص منه، ويقول بأن هذا النبي تعتريه الشياطين، وهذا النبي تغويه الشياطين، وهذا النبي تذهب عقله الشياطين لمدة 6 أشهر كاملة وهو يبلغ في تلك الفترة. إذن الإخوة المشاهدين، سأترك لكم الاختيار بين هذا الكتاب الذي ينزه نبيه وهذا الكتاب الذي يحط منه. وأيضاً أتمنى من إخواننا أهل السنة في هذه الحلقة ينحازوا إلى الإله الواحد الأحد، وينحازوا إلى نبيهم دون أن ينحازوا إلى هذه الكتب التي حطت من شأن النبي واستنقصته وقللت من شأنه وقيمته كنبي، وجعلت منه، خلينا نقول، عاصي لله سبحانه وتعالى.